أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي، الجيوسفير. ونواصل المقاطع، وهنا نصل اليوم إلى خلاصة هذه الوحدة، ولقد تم التعرف في خلاصة هذه الوحدة على الآتي: أولا الغلاف الأرضي وطبقاته وطبقات التربة، الغلاف الأرضي وطبقات التربة. وعرفنا الغلاف الأرضي إنه هو طبقة رقيقة تغطي سطح الأرض وتصلح للنمو النبات. وجدنا هنالك في طبقات التربة تنقسم إلى ثلاثة طبقات، وهي سطحية على سطح الأرض وتحت التربة، تحت التربة والصخر الأم، وهي ثلاثة طبقات. تنقسم ملوثات التربة إلى قسمين، هنالك قسم طبيعي وصناعي. تنقسم ملوثات التربة الطبيعية إلى قسمين: قسم طبيعي وصناعي. وكما لاحظنا القسم الطبيعي، هنالك تصحر وانجراف، والصناعي ممكن هو من صنع، البشر. وممكن نلخصه إلى قسمين، مثلا الرعي الجائر، والري الخاطئ، بصورة خاطئة، أو استخدام الأسمدة الزائد، أو طريقة غير مناسبة. والري الخاطئ هو يكون في طريق منحدرات، ما يسبب أو يخلق أخاديد وتساعد على انجراف التربة. طرق مكافحة التلوث تعتمد على مصدر ونوعية التلوث. ما هو المصدر وما هي النوعية للتلوث لكي نتمكن من المكافحة؟ وهنالك رأينا إنه في حالة الانجراف، هنالك خمسة طرق، لمكافحة الانجراف. هي زراعة مطرية، زراعة مروية، مراعي طبيعية، إيقاف زحف الرمال، الحفاظ على الموارد الطبيعية. هنالك أيضا في حالة التصحر، هنالك حوالي سبع أيضا طرق. نلخص أساسا هنالك طريقة التثبيت، أو هنالك الطريقة الميكانيكية، وطرق التثبيت، وطريقة الزراعة، لثلاث طرق أساسية. ولكن الطريقة الميكانيكية تحتوي حوالي ثلاثة منها، والتثبيت حوالي ثلاثة منها، والزراعة طريقة واحدة وهي زراعة الأشجار. والتثبيت قلنا خلط الرمال بالأسمنت، ورشها بالمواد الكيميائية، وأيضا تثبيتها بطريقة الأسمنت. والطرق الميكانيكية منها نقل الرمال وحفر الأخاديد و صناعة حفر، أيضا بناء حواجز أو مصدات. الطريقة، وهنا في تلخيص هذه المادة، لقد مرنا كذلك على المحافظة على التربة، ولخصنا هنالك ليس للحصر، وإنما فقط لخصنا حوالي 11 طريقة للحفاظ على التربة. وكانت تلخص في المحافظة على التربة بتنظيم عملية الرعي وتنمية الحياة البرية.